نطلع على ايام زمان. بس مشاهدينا اكيد رح نبقى باجواء العيديه اكيد وذكريات واجواء البسمه حتى بالاعياد اللي بترسمها طبعا على وجوه الاطفال. بنروح لاجواء اكثر فرح ترسمها تظاهره مسرح الطفل بالعيد. قدمت بهي التظاهره الكثير من المسرحيات للاطفال واللي اعتادت طبعا مديريه مسرح الطفل بوزاره الثقافه انه تقدمها خلال فتره الاعياد بمشاركه العديد من ممثلي مسرح الطفل في سوريا. صحيح رنا، خاصة أنه هي التظاهرة